ازيكم يا مواليد برج العنكبوت؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحوت ليوم الجمعة 29 أبريل سنة 2022. توقعات العشرية الأولى مواليد 19 فبراير ل1 مارس. الصحة والقوة هم عنوانك لليوم. حالتك البدنية والذهنية هتبقى في أحسن حال علشان عندك تأثرات كتيرة إيجابية كبيرة على كل الأشخاص اللي حواليك، اللي بيلاحظوا انت ازاي إيجابيتك حلوة ولمعانك هيبقى بكامل ثقة النهاردة. هتنفذ كل حماستك اللي بتبقى بتغمرك، وبتتخلل كل الأشخاص اللي بتتعامل معاهم وبتأثر فيك وبتأثر فيهم. هتلاقيهم النهاردة خير عون ليك ومساعد ليك في انك تنفذ وتحقق أهدافك اللي كنت دايما فاكر انها مش هتتحقق. تندفع من كل الطاقة الصادرة منك دي قبل ما يفوت الوقت ويمر من غير ده. توقعات العشرية التانية مواليد 2 مارس ل10 مارس. السكينة والصفاء هم عنوانك لليوم. هتحصل من خلالهم على صفاء ذهني اللي دايما كنت بتحلم بيه وبتدور عليه. من خلال كل القوة الداخلية فيك، فإنك بتنبع منك ثقة ونزاهة كبيرة جدا جدا. بتطلب منك أصدقائك المقربين وزملائك في الشغل المساعدة والعون، فما تتأخرش عن إنك تقدم المساعدة قدر الإمكان من غير ما إنك تنشغل عن كل سعيك لتحقيق أهدافك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مارس ل20 مارس. هتتخطى عقبات كتيرة جدا في طريقك على الرغم من ان كل حاجة كانت بتمشي بسلاسة اكتر من قبل. بيقف شيء او شخص ما النهاردة في طريقك، وهتحدد من خلاله مقدار القوة اللي انت بتحتاجها علشان تتغلب على العقبات دي. ولو كان من الافضل انك تتجاهلها ببساطة، لازم تبقى بتستخدم قوتك بحكمة اكتر، وما تسمحش لنفسك بانك تتعطل او حتى تتحول بسبب موضوعات تعتبر صغيرة. ما تسيئش استخدام طاقتك وقدراتك على الاحتمال علشان ما يكونش ليها اي تأثرات.